كسوف القفلة اللي فازت معنا في الحلقة السابقة، وكانت من إبداع شيماء حمدي من ينبع. يلا بينا نشوف إبداع شيماء مع المشهد السابق ونرجع تاني إن شاء الله. شاركونا بأفكاركم يلا يلا، منتظرينكم على الهوا وسيناريست على الهوا. ايه الكوبايه اللي جايبها لي دي؟ ايه مالها فيها ايه؟ بس مكتوب عليها ايه؟ ايه؟ ميد ان شاينا. اه ايه المشكلة؟ يعني ايه بقى؟ ايه ميد ان شاينا ايه يعني ايه؟ يعني ايه؟ صنع في الصين يا جاهل. يا ابني انا بختبرك بس بشوفك. تختبرني ايه يا حبيبي؟ لا 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 ده انا في اللغات اوعى، ده انا معاك. ولا فاهم أي حاجة. ليفل ايه؟ بس اقول لك على حاجه، الناس بتوع الصين دول معديين الحدود، شطار شطار قوي، ناس شطار، يلاقوا الحاجه يروحوا ضاربين زيها بالظبط ونشرينها في كل حته. اه بس ده بيبوظ اقتصاد البلد. برافو عليك انك قلت لي. ليه انت دلوقتي وضحت لي حاجه انا ما كنتش فاهمها؟ طب فهمني بقى. اول امبارح رجعت متاخر بفتح الباب لقيت مراتي راحت ظرفاني بالكوبايه. يبقى كانت عايزه تضربك بالشبشب. بس انا هسيبها، انا مروح بس ليا حل. هتعمل ايه؟ هخبي الكوبايه تحت السرير. صح. هعمل ايه؟ لا مؤاخذه يعني. ارزقنا يا رب يا رب، ان فيه كل بضاعه يا رب يا رب. ماله البلد؟ امسك ادي واحد اثنين يا عم. واحد استنى بس استنى، ده هو واحد بتعديري تقول لي واحد اثنين ثلاثه اربعه، احنا عندنا قصيرين. ماشي. اه بس يا عم شوف ادفع يا عم، انت معاك مفاجآت. شوف ادفع. ايوه ادفع عشان اشوف، ما انا ممكن اشتري حاجه ثانيه. في واحد مفاجأة، حاجه ثانيه غير الصندوق. بص ما تخلوش، بص ما تخلوش يا احمد. طب داخلين بيتك ما تخلوش. بص امسك. حلو قوي الصندوق. الصندوق ده فيه هديه مفاجئ كتير. افتح لنا الصندوق ده على مهلك. ايوه افتح الصندوق. افتح لنا الصندوق. انا هفتح الصندوق ده بتاعي انا. ايه ده؟ ايه اللي في الصندوق ده؟ ايه ايه؟ في ورقه مكتوبه جوه انه هو انا جيت عشان اخد بطاري منكو. يعني ايه اخد بطاري منكو دي؟ اخد بطاري منكو. بص ايه ده؟ الشاي اللي احنا شربناه. ايوه فيه سم، وانا مش الصيني. انا اخو الواد اللي انتوا قتلتوه. يا ابني اقرا كويس، اللي شربته ولا اللي شربناه؟ اللي شربناه. ولع يا ولع ولع بسرعه، تعالى ولع. انت طول اليوم عامل لي كده، اجري بسرعه هات الراجل النهاوي اللي كان هنا ده الصيني. كوبايتين دول فوق. انا شربت دي وانت شربت. استنى كده استنى. ايه بس وريني كده. اسكت. عاملين ايه؟ والسم مأثر فيكم ولا ايه؟ لا انا مزنوق. مزنوق فيه؟ انت فعلا يعني اهو حاطين في الشاي ده؟ ايوه حاطط سم. ايوه حاطط سم وكتير كمان. 3 من 10 مرة. فاكرين خميس؟ خميس مين؟ خميس. ايوه خميس مين؟ اخوي اللي قتلتوه. ايه ده؟ خميس؟ انت اخو خميس؟ امال اخو اخو الجمعة؟ انا ما اعرفوش. ما تعرفوش وتكلى؟ كيف انت تكلى؟ كيف انا ايه؟ هو اللي قتله ولا انت شركه ولا يا ابني؟ مش احنا يا اسطى اللي قتلناه؟ مش انا اللي حاسم. بيقول لك سم يعني انجز. والله شاركونا بافكار.